Welcome back. راح نحكي شوي عن اللي Risk Assessment Form اللي هي شنو. يعني قلنا أحدد ننطي نسبة من 1 إلى 5، أوكي؟ 1 أقل شيء و5 أعلى شيء. نحدد شنو هي Risk Events الموجودة عندنا. إذا تشوفون دونا Interface Problem, System Freezing، كل Risk يعتمد على نوعية المشروع. أنطيها Likelihood وأنطيها Impact وأنطيها Detection Difficulty. احتمالية حدوث وإمباكت تأثير بعد الحدوث، وهنا عندنا detection شلون إنه أنا أحددها من 1 إلى 5. وبعدين من أخلص طبعا هاي هنا أنا شلون وين يعني الوقت اللي يحصل به هذا الريسك، بعدين أضرب الإمباكت في probability في detection راح يطلع risk value. كل ما كانت الريسك عالية كل ما كان السيفيريتي أو الحدة عالية، أوكي؟ او ممكن انه انا استخدم السيفيريتي ماتريكس. هاي الماتريكس انا استخدمها حتى احدد حده الريسك. يعني شلون؟ يعني اذا مثل ما تلاحظون هنا انا عندي هنا لون غامق، هنا عندي لون فاتح، وهنا عندي لون ابيض اللي هو افتح شيء. اسوي ماتريكس بها عمودين، عمود اللايكليهود وعمود الامباكت من 1 إلى 5 مثل ما قلنا. 1 هو اقل شيء وال5 هي اعلى شيء. وابدي احدد، يعني مثلا اقول انا عندي الريد زون اللي هي هاي اغمق زون او اغمق اريا اسميها ميجر ريسك. اذا اجى عندي الريسك هنا معناته هذا الريسك كلش عالي. واسوي اليلو زون اللي هي هنا هاي يسموها مودريت ريسك اللي هي متوسط هذا الريسك. او ممكن انه انا يجي لي الريسك هنا هاي الجهه من الماتريكس هاي يسموها الجرين زون او الماينر ريسك، يعني هاي اقل سيفيريتي للريسك. تمام، مثلا انا عندي اول حاله عندي الامباكت لهذا الريسك هو 1، اوكي؟ احد 1 هنا. عندي لايكليهود اللي هذا الريسك هو 1 فتجي هنا او هذا ماينر ريسك. او ممكن انه انا احدد الامباكت 4 واللايكليهود 5 فيجي للريسك هنا معناته الريسك كلش عالي، اوكي؟ واستمر بتحديد السيفيريتي. الستيب الثالثه بالمانجينج ريسك هي ريسك ريسبونس ديفلوبمنت. يعني شنو؟ يعني شنو هو الريسبونس الاستجابه اللي راح تصير للريسك؟ اول حاله هي الميتيجيتنج ريسك، اخفف من عنده. يعني شلون اخفف من عنده؟ اخفف من عنده انه انا اقلل احتماليه حصوله، ريدوسينج ذا لايكليهود، اوكي؟ للحدث السلبي او اقلل تاثيره السلبي، اوكي؟ انا مو قلت راح يصير عندي consequences، راح يصير عندي تاثير سلبي للريسك على المشروع او على الاكتيفيتي، فاني راح اقلل هذا التاثير. او انه انا ممكن انه اتلافاه، اسوي avoiding، اوكي؟ اغير من project plan، اغير من project schedule or project activities حتى اقدر انه انا اتلافى او اتجنب انه انا اخلي الريسك يحصل خاطئ في المشروع. او ممكن انه انا احوله ترانسفير ريسك، انه انا احوله على جهه اخرى او على شخص اخر. يعني مثلا انا كونتراكتر بدي انفذ مشروع بناء، فحسيت انه انا لما انفذ هاي مرحله من المشروع او هاي الفيز راح يصير عندي ريسك عالي، فاحول هذا الشغل او هاي الاكتيفيتي على سب كونتراكتر. هو راح يكون مسؤول عن تنفيذها، فهو راح يتحمل المسؤولية عن الريسك أو عن التأثير السلبي اللي راح يصير بعد ما يحصل. ممكن أنا أسوي ريتينينج ريسك. يعني شلون؟ يعني أتقبل إنه هذا الريسك راح يصير، أحاول إنه أنا أقلل تأثير السلبي. أو ممكن إنه أنا أسوي contingency plan. شنو الكونتنجنسي؟ هي خطة طوارئ. دائما إنه أنا يصير عندي بلان أي وبلان بي، أوكي؟ بلان أي هي خطة المشروع الرئيسية، بلان بي راح تكون قصة، يعني راح تكون خطة باك اب، أوكي؟ باك اب بلان. يعني بدل ما أني كبروجكت مانجر واجهني فد ريسك معين أو فد حدث سلبي معين خلال تنفيذ المشروع، أو أكون أندر سربرايز، يعني أنا متفاجئ ويتخربط عني التنفيذ ويتخربط عني المشروع، ممكن انه يفشل حتى، اوكي؟ ممكن انه يتوقف ويفشل. لا، راح تكون عندي بلان بي. اي حدث يحصل خلال تنفيذ المشروع راح يكون عندي فد بلان معينه، كونتنجنسي بلان،
راح اقدر من خلالها انه انا اقلل تاثيرها، او حتى ممكن انه انا استغلها بصوره ايجابيه. الريسك اوف هافينج نوت هافينج كونتنجنسي بلان كلش عالي، انه انا ما يكون عندي بلان بي. خلص البلان اللي موجوده عندي اذا صار اي تغيير او صار اي ريسك خلال تنفيذها راح يوقف المشروع وممكن يفشل. فنفروض كل بروجكت مانجر يكون مجهز بلان بي، باك اب بلان، حتى يتنفذ المشروع بسلاسه. وحتى لو صار مشاكل راح تكون هناك خطه حتى اقدر انه انا اقلل من تاثيرها. ريسك اند كونتنجنسي بلان، انه انا شنو هي انواع الريسك اللي ممكن انه انا اسوي لها كونتنجنسي بلان. اول شيء تكنيكال ريسك، يعني شلون يعني اسوي استراتيجي معينه، اذا استخدمت تكنولوجي معينه حتى انفذ هاي الاكتيفيتي وفشلت راح تكون عندي اكتيفيتي او بلان حتى استخدم تكنولوجي اخرى حتى ما يتاثر تنفيذ المشروع بصوره كليه. اوكي، او ممكن انه انا احلها، يعني بدل ما انا اغير تكنولوجي نفسها هاي او استخدم تكنولوجي اخرى، ممكن انه انا احل المشكله واستمر بتنفيذ المشروع. او سكيدجول ريسك، المفروض انا حددت مثلا الاكتيفيتيز بوقت ديوريشن معينه ونفذتها، فصار عندي سلاك معين او ديلي معين فتغير السكيدجول. فانا المفروض انه يكون مرن تنفيذ المشروع. مثل ما انا شرحت لكم بالمحاضرات السابقه، اكو بادنج، انه انا انطي فد مرونه بالتايمينج والكوست، حتى لو يصير عندي مشاكل او يصير عندي ريسك او يصير عندي تاخير ما راح يتاثر المشروع بصوره كامله. اوكي، هنا الريسك ريسبونس ماتريكس، حدث الايفنت اللي ممكن تصير، الريسبونس عليها شنو. فيعني بهاي الكونتينجنسي بلان راح احدد الريسبونس اللي راح يصير للريسك ايفنت، ومنو الشخص المسؤول عن هذا الايفنت اللي صار، او من المسؤول عن حل هاي المشكله اللي صارت خلال تنفيذ المشروع. طبعا بالنسبه للكوست والريسك وحتى التايم، يعني انه شنو اللينك اللي بين الكوست والريسك والتايم. اكيد انه انا لما احتاج الى وقت اطول حتى احل المشكله او اعالج الريسك، فانه انا بالزياده هاي للكوست وللتايم اكيد راح تاثر سلبيا السكجول والبادجت المحدد اللي تنفيذ المشروع. ف يعني بدل ما انا احتاج وقت طويل، لان اصلا عندي contingency plan، ما راح احتاج وقت طويل انه انا اعالج الريسك. اوكي، راح تكون عندي بلان بي، باك اب بلان جاهزه محدده شلون انه انا اواجه الريسك وشلون انه انا احدد من تاثيره. اوكي، بدل ما انا استخدم السبلاي فاندز اوكي فور ذا بروجكت حتى انه انا اعالج الريسك وانه انا اتاثر بصوره سلبيه، ممكن انه انا راح اخذ هاي الفونز بدل ما انا امول بيها المشروع، راح امول بيها الريسك، يعني ميتيجيشن. اوكي، راح اخفف من الريسك، او انا احاول انه انا اقلل من تاثيره بهاي الفونز، فراح ياثر المشروع. فانا لما اكون عندي كونتنجنسي بلان راح اتحدد شلون انا اواجه هذا الموضوع حتى ما يتوقف المشروع، حتى ما يفشل، انه انا ما اوصل الى مرحله انه انا ما عندي فاندز حتى انفذ المشروع، لان انا يعني استهلكت كل الفاندز الموجوده او المخصصه للمشروع بمعالجه الريسك او محاوله معالجته. اوكي، حكينا بالسلايدات السابقه عن النيجاتيف ايفنتس، هنا راح نحكي عن البوزيتيف ايفنتس. يعني شلون؟ يعني حتقول انت شنو معناته بوزيتيف ايفنت؟ هو مو ريسك، هو مو شرط ريسك او مو ريسك، هو شرط انه اني اوقات تحدث احداث داخل او خلال المشروع هي ايجابيه مو سلبيه. يعني مثلا هي خلت ممكن تكون سلبيه لاطراف معينه بس بالنسبه لي انا ايجابيه. يعني نرفض هسه اني اذا انفذ المشروع احتاج نقل، اوكي، احتاج انه انا انقل بصهاريج كبيره مثلا، او انا انقل بشاحنات تراكس كبيره، فاني احتاج فيول اوكي وقود لعمليه النقل. فواني نفذ المشروع قلت اسعار الوقود، اوكي،
فلت اسعار الوقود، فاني صار عندي فائض بالبادجت، اوكي، بدل ما انا استخدم هاي الفانز حتى امول الوقود اللي للتراكس والفييكلز، لا صار عندي هسه انا اكسترا، اوكي. فهاي يسموها احداث ايجابيه تصير خلال تنفيذ المشروع، وهي ممكن انه انا استغلها، تمام، وانه انا مثلا بدل ما استخدم هاي الفانز حتى بعدنا نفس المثال انه انا امول الفيول، راح استخدمها حتى امول جهه اخرى من المشروع ممكن انه تحتاج مور allocations، اوكي. او ممكن انه انا استخدم حتى اسوي شير، انه انا هاي ال opportunity بدل ما انا اسويها اني انا انفذها، راح انطيها الى شخص اخر او جهه اخرى تنفذها حتى نحصل كل الفوائد اللي ممكن نحصلها للمشروع. او ممكن نسوي انهانس، اوكي. فاني يعني شلون يعني اني ممكن انه اني احاول انه استغل هاي الفرصه الايجابيه اللي ممكن تصير، او انه انا احاول اخليها تصير حتى استغلها بالمشروع مالتي، او اكسبت مجرد ما اني اني لا استغل ولا احاول انه انا هذا. اذا صارت اوكي، ما صارت اني ما احاول انه انا احصلها. ال contingency funding and time buffers، اكو شيء يسموه، انا شرحت بالمحاضرات السابقه، يسموها البادنج، انه انا اظل فلكسيبل في تنفيذ المشروع مالتي، ما احط وقت محدد كلش بحيث انه انا اذا تاخرت يوم او يومين ممكن يتاثر المشروع كله، لا، احط فلكسيبل، مرونه يصير عندي بتحديد البادجت وبتحديد التايم، اوكي. فاني هاي استخدمها في contingency funds، يعني هاي احط عندي فد مبلغ معين اخليه هذا للطوارئ، اوكي. هذا يسمون الكونتينجسي فاندز، يعني هي اموال الطوارئ او الكوست للطوارئ، اوكي، استخدمها حتى اعالج الريسك اذا صار او اصلحها، او مثلا صار عندي في المشاكل معينه تنفيذ المشروع، اوكي. فكل ما كان الريسك عالي، كل ما كان الكونتينجسي فاند اللي انا حاطها له راح تكون اعلى، اوكي. او بادجت ريزيرفز، يعني هاي فد مخازن للبادجت، اوكي، احطها حتى انه اي مشكله تصير عندي خاطر في المشروع، انا عندي فد 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 مبلغ انا مخزنه حتى انه اني اعالج هاي المشاكل، اوكي. وشلون اسوي لها مانجمنت، اكيد طبعا ادارتها، وشلون انه انا يعني استغلها. والتايم بافرز نفس الشيء، انه انا اخلي فد وقت وقت مخزون عندي هذا اضافي، اوكي، حتى اعوض ال 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 التاخيرات اللي تصير اللي غير مخطط لها، اوكي، للبادجت او سوري للتايم سكيدجول. هسه ذلنا عندي هاي فد contingency fund estimates، هاي بالالاف، اوكي، thousands. فاجي هنا انا عندي design code test to subtotal management reserves. هنا ال budget baseline، baseline مالتي هالقد اللي هو 500 920، ال reserves شقد 15 80 و2، اوكي. ال project budget راح تكون عندي هالقد، اضيف ال actual بادجت على الخزين اللي انا خاله كخطه طوارئ، راح يطلعني البادجت الكليه، اوكي. فهاي البادجت هي عباره عن البادجت الاساسيه زائد خطه الطوارئ. ريسك ريسبونس كنترول، شلون اسوي كنترول للريسك ريسبونس؟ لازم يكون عندي استراتيجي معينه، اوكي. دائما اسوي مونيتورنج للتريجرنج ايفنتس، يعني اكيد انا ما يصير الريسك بصوره مفاجئه، اكيد التريجرنج ايفنتس تؤدي الى هذا الريسك. اكون دائما جاهز. الكنترول سيستم اللي انا راح انفذه حتى اواجه الريسك، اكو فد ستيبس ممكن انه انا اسويها حتى يكون هذا الكنترول سيستم افكتيف. هاي هنا النقاط ممكن تطلعون عليها حتى تشوفون شنو هي الطريقه. هنا تشينج بروسس، الكنترول بروسس، انه انا اغير الاوريجين ديتس، بعدين انه اتشينج ريكوست سبميت، يعني مثلا انا بدي اغير فد شيء بالمشروع فلازم اسوي فد ريكوست معين، فاذا صار اكو قبول راح انفذه، ما صار اكو قبول راح ينرفض ويرجع. حتى انه اسوي change control process successful لازم يصير عندي documentation، اهم شيء توثقون كلش كل شيء، حتى الريسك وثقوا كل شيء، سووا اجتماعات دائمة، كل شيء اسوي documentation، اوكي. هنا همين انه نسوي changing للcontrol system، شنو البنفت مالتها.
هذا كل شيء، وهاي فد استمارة، هذا كل شيء هاليوم. أتمنى إنه أنتم تكونون تحطون نفسكم بالصورة، يعني حاولوا إنه أنتم تعرفون شنو الغرض من الريسك اسسمنت. Goodbye and good luck.